сіздерге жолып бәріміз қайтамыз. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناة داي كرافتس النهاردة هنعمل فكرة جديدة، هنعمل قواعد للكوبايات من الكبريت. هناخد كرتونة دورية وهناخد كبريت، وكمان انا حسيت ان دي الالوان اللي دايما بتبقى مشهورة في رمضان فجبتها عشان نلون بعد ما نزين. ودلوقتي هنوريكم ازاي ترصصوها عشان دي عواميد وده دايرة. اول حاجة هنحط اتنين قصاد بعض، وبعدين قصاد بعض الناحية التانية، بعدين نعمل اكس هنا من النص، النص دي ونص دي، النص دي ونص دي كمان، نحط بعض كده اتنين وأربعة، وهنفضل كده نص 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 من النص، كل حتة من النص لحد ما تتكمل. وبعدين احنا كده بعد ما لزقناها هي طلعت، يعني طلع منها حاجات. اللي عايز يقصها على قد الدايرة اللي تحتيها يقصها، واللي عايز يخليها بالمنظر ده هي عاجباه يخليها. دلوقتي احنا هنلونها بالألوان بتاعت رمضان، يعني ممكن نلون واحدة واحدة كده لازم كلها، وهنحط حاجة في النص، ممكن نحط أي حاجة في النص. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، لوناها عملنا كل حاجة. اللي عايز يقص يعني حواليها يقص، أنا حبيت شكلها كده. ويارب تعملوا سبسكرايب لايك كومنت شير، باي باي.